قال لك مجدي عبد الغني جامدة حلوة وخطيب شماله. ده عايزة وسط ملبن دي. احنا كان ايامنا رقصة اسمها سوار زكي، فكان يقول لك ولا وسط سوار زكي. برازيل لما جابت دونجا خدت كاس العالم. الارجنتين لما عندها ارديليس خدت كاس العالم. مصر لما جالها مجدي عبد الغني خد كاس افريقيا وراح كاس العالم. دي حقيقه. معزوم كوره يا ابني. اوبا دوجو يا معلم يا معلم. عامل بيقول لك يراقص وموتى. ايه الحلاوه دي يا ابني؟ اذا كان عندهم كريستيانو عندنا صلاح يادو. ضربة جزاء في كأس العالم 90 كانت ماركة مسجلة لمجدي عبد الغني، ورغم مدى أهميتها إلا إنها بانت وكأنها اختزال لكل مسيرته. مسيرة كان فيها ألقاب وإنجازات كبيرة مع الأهلي والمنتخب المصري، وعلى الصعيد الفردي، وإذا كان لقب البلدوزر بيعبر عن القوة، إلا إن مجدي عبد الغني امتلك مواصفات أخرى غير القوة، مواصفات تخلي رحلته مع كرة القدم أكبر من مجرد ضربة جزاء. اللي اخترع المركز دوت هيريكوتي. تعرف المجر زمان كانت بتخترع طرق. المجر كان لأن أنا رحت عملت فترة إعداد في المجر، فلعبنا قدام فرقة مجرية كان مفتاح مكسبهم ومفتاح لعبهم هو لعيب خط الوسط المدافع ده. فعرفت منين هيريكوتي جاب المركز ده؟ إدال شطة الأول. يعني شطة كان جسمه قصير، مش حريف، مش لعيب بكرة جامد، لكن كان بيجري كتير. فأنا لما شفت المركز دوت وفكرت ان العب فيه، لان لقيت ان المركز ده يقدر يمسك كرة براحته ويقدر ينقل ويقدر يتحرك، بدأت بقى اطور نفسي من نفسي. لا مدرب بيقول لي طور نفسك ولا حاجة، والمدرب ساعدني فإن كان بيعمل لي، انا ما كنتش سريع، فكان بيعمل لي تمارين تقويه للسمانات والعضلات الاماميه اللي هي بتعمل السرعه. فعلا جابت نتيجه معايا، وبقيت اقدر في المسافات الطويله ما حدش يقدر يحصلني، لان دي بتحتاج نفس اكتر من انها سرعه. بدات اقول الشوت، فبدأت أجيب حنبلة اللي كان عندنا في أوضة اللبس زمان، والولاد بتوع أوضة اللبس بعد ما نخلص التمرين أجيب 20 كورة 25 كورة، وابتدي إيه أشوت من كل الاتجاهات، أباصي يصلحولي، أخش شوت من على 18، أخد الكورة وأجري بسبرنت وأخش شوت. أنا كل اللي أنا بقوله لك ده جبت بيه جوال. ماتش ليفنتس النيجيري، نهائي بطولة افريقيا للاندية ابطال الكؤوس. الماتش ده كنت بلعب سردباك متقدم، بلعب ليبرو متقدم. يعني انا ليبرو خط الوسط وليبرو خط وقدام خط الظهر. عارف التعليق هنا قال ايه؟ يا ولد يا خطيب سابها له الخطيب. هنشوفها تاني، الخطيب سابها له وهوبا. قال لك مجدي عبد الغني جامده حلوه وخطيب سماله. يعني لازم كان يتحط في جمله مفيده، انت اخبط بقى انا اللي جايب الجون، والمذيع يتكلم على حد تاني. وداخل شريف وصلاحها بره المجدي اللي شاط شوطه جامده جوه الجون. ده اول جون بقى في عصام الحسين، اول جون شريف عبد المنعم صلحها لي وانا ما شافهاش عيني برضه، في نفس المكان اللي جبتها فيه في استاد القاهره. ده اتذبح فيه خروف الجون ده. والله يا امي الله يرحمها ذبحت خروف. وادي جمهور، هو ده جمهور الاهلي بقى، هو ده بقى جمهور الاهلي. مش عيل عنده 12 سنه ولا 13 سنه قاعد على كمبيوتر مش عارف حاجه. اتمرنت على الهيدرز وعلى الجامب، يعني انا كان الجامب بتاعي عالي، كان صعب جدا حد ياخد مني الكره بدماغه. مصطفى عبده برجله الشمال ومجدي عبد الغني.
ده كانون يا ويندي، كسبنا 1-0. فرقة كانت قوية جدا، كان بيلعب فيها كوندي إبيجا، كلهم منتخب الكاميرون، ما كانوش محترفين بره. أنا جايب كتير بدماغي بنفس العلو ده، ما بقول لك بتمرن على الجامبو، بتمرن على أن ألعب بدماغي. ده ماتش الجزائر، ده أول هدف ليا جبته في كأس الأمم الأفريقية. أنا جبت ضربة الجزاء بس ما حطيتهاش يمين، لأن لقيت الجون عارف إن أنا هحطها في اليمين، فقمت حطيتها في الشمال. دي ضربة جزاء نيجيريا، وبص ثابت البطل مدي ظهره. للأسف خسرنا بضربات الجزاء مع إننا كنا الأفضل طول المباراة، يعني كنا كسبانين 2-0 وتعادلوا معانا 2-2. بص الإجهاد، بنلعب في جو رهيب، درجة الحرارة والرطوبة مش طبيعية. إنه كونه بقى أنا ما ينفعش أهزر معاه، لازم يمين. الخطيب وحلوة لربيع ياسين، وشوف صيد وماشي وعدى من فرحي، وممكن يبص برا ويلعبها بالأرض. ده مولودية الجزائر، فرقة قوية جدا، والجزائر بقى كانت يعني حاجة في الكورة ما حصلتش. داخل ألعب راس حربة، بتابع الكورة، عندي لياقة، عندي لياقة مساعداني على إني أخش ال 18، لو اتقطع ترجع تاني. وحمدي لعلي هيا إنك بدر شوت، بدر شوت، بدر شوت، إنما طهر حلوة حلوة حلوة. بص مستنيها منين؟ بص أنا هناك، بص مستنيها منين؟ وفضلت رايح على أمل إنها هتيجي برضو، وجات ورايا ولفتها. ده عايزة وسط ملبن دي، ده ولا وسط. إحنا كان أيامنا رقصة اسمها سوير زكي، فكان يقول لك ولا وسط سوير زكي. كان الانتخابات بتتم، واول ما تظهر النتيجه كان الاثنين بيمسكوا حضن حسن مصطفى وصالح سليم، حضنوا بعض. انا اتعودت على كده جوه النادي الاهلي. ليه؟ لمصلحه النادي الاهلي. عمر النادي الاهلي ما كان فيه معارضه. انا ما اعتبرش معارض، انا بقول رايي بس، شايف حاجات غلط فلازم اقولها، مش شايف انها بتتصلح فلازم اقولها، لمصلحه النادي الاهلي مش لمصلحتي انا. مش عايز حاجه، أنا لا أنا هشتغل في النادي الأهلي ولا هاخد 50,000 ولا هاخد 100,000، ولو اشتغلت في النادي الأهلي مش هقبض جنيه، مش هاخد جنيه. يعني لو في يوم من الأيام النادي الأهلي تعالى احنا محتاجينك، عايزينك تعمل الشيء الفلاني، تمسح النادي الأهلي، تكنس النادي الأهلي، تسيق وتنظف، هتاخد كام ولا مليم؟